بعدما بلغت نسبة التسجيلات الجامعية 100% في مرحلة التأكيد التي تمت في الفترة ما بين 28 إلى 30 جويلية، وصل عدد الطلبة الذين أكدوا تسجيلاتهم إلى غاية غلق المنصة 396 ألف ناجح جديد، لتفتح للناجحين بابا جديدا من المخاوف في عدم الحصول على التوجه المرغوب به. اللحظة هذه مؤثرة، في الفترة هذه مؤثرة جدا في نفسية الطلبة، خاصة مرحلة الترقب. لكن صح أنه الطلبة بدل ما تقعدوا تسنى في حاجة ما على بالكم مش حيكون فيها، يعني متوقعين أمور مش متوقعين أمور، اللي جات كل الميسر لما خلق له، يعني ربي سبحانه ميسلكم وش راه يجيكم. دونك تولي كاي مكتوب لكم، توا درتوا لي شوا تاعكم ودرتوها أكيد حسب الرغبات تاعكم، كل واحد اثنين ثلاثة حسب الرغبات تاعكم، مش حتجيكم حاجة خارج لي شوا ولا. لذلك نفضل أنه في الفترة هذه الطلبة يجوزوها في التعلم، مثلا يديروا لهم تعلم اللغات، اللغة الإنجليزية، أو تعلم أمور أخرى اللي حتساعدهم في المستقبل في حياتهم الدراسية ولا حياتهم المهنية لما لا. لذلك أنا نفضل دائما يكون فترة ترقب ما يخلوهاش وقت فراغ، لأنه وقت الفراغ حيدخلهم في اكتئاب، يدخلهم في ضغوط نفسية. التحضير النفسي لاختيار التخصص وكيفية التغلب عن الخوف والشك لطلبة البكالوريا أمر أساسي، ومحاولة استغلال الوقت في تعلم مهارات جديدة لا بد منها، يقول مختصون. عامة نلقاو لي يلقاو نتائج ما همش حابينها، ما همش متوقعينها، يعني يستناو مجرد ما تجي هذيك النتيجة ولا ينهاروا، كاين اللي حتى يبلوكيو العام تاعهم، كاين اللي يحبوش يحيقوا في الجامعة، وهذا خطأ تماما. يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قدر يكون فيه خير كثير. يعني نشوفوا بزاف ناس كان عندهم رغبة في حاجة ولقاو روحهم في حاجة واحدة أخرى، لكن موراها تقبلوا الوضع وراحوا درسوا واش بعتوهم، لقاو أنه الخير الكثير في واش راحوا، لانه حسب النتائج ديالهم اكيد حيروحوا، حسب النتائج حسب المستوى الشهاده تاعهم. لذلك نفضل انه الطلبه، نطلب من الطلبه انهم يحاولوا يتقبلوا اي حاجه تجيهم لانه مقدر عليهم، ويحاولوا يتعايشوا معها ويجتهدوا فيها. ويبقى للعامل النفسي دور مهم في نجاح المسار الجامعي، والتحضير البسيكولوجي للبدء في دراسة تخصص جديد يضمن لهم مستقبلا مميز والخروج بعدها إلى عالم الشغل.